من يريد أن يلعب؟ ما الذي يجري يا أصدقائي؟ فهمت، تود القفز على الحبل ومشاركة بلبل في لعب كرة الريشة ولعب الشطرنج مع ريشة أيضا، أليس كذلك؟ حسون، يبدو أنك تشعر بالتردد وهذا أمر طبيعي، فبسمة وجاد يمران بتجربة مشابهة، دعونا نرى ما سيحدث. جاد، بما إنك بتساعدنا في تنظيم المكان، دي الخريطة، ممكن تحط كل حد هيقعد فين ومين هيشارك في العرض. مام تمام، دي حلوة. أهلاً أهلاً شريرة، كيف حالك؟ إيش؟ عن جد رح تيجي؟ أوف، كتير رح ينبسطوا، كتير رح يتحمسوا لما يشوفوكي. ماشي ماشي، مشوفك كمان شوي. يعطيك أحلى كاسة عصير برتقان طازة. تمام؟ يلا تفضل. كل حدا يجي، عندي لكم خبرية. ها! ما في داعي للقلق، أنا قرقور رح أجمع الكل. كلكم بتعرفوا شهيرة صح؟ أكيد أكيد أكيد، شهيرة المغنية المفضلة عندي. طبعاً شهيرة سمعت إنه عندنا مهرجان الربيع، عشان هيك رح تيجي وتنضم لنا. شهيرة جاي، شهيرة جاي. كفك. عشان هيك لازم بسرعة نقرر إيش كل واحد فينا رح يعمل ونلحق نخلص التحضيرات قبل ما توصل. تمام؟ يلا يلا. معناته لازم ننظم صح؟ كاكي، خلينا نربط الميكروفون. شهيرة جاي، شهيرة جاي. واحد اثنين، وبعدين هنرجع تاني. واحد اثنين، يلا نجرب سوا. أنا ومعزوزة رح نخطط للجدول الزمني للعرض. يلا كل واحد يخبرني شو بده يعمل بالاحتفال. أنا رح أعمل أحلى عرض بالعالم. شهيرة كثير رح تحبه، كثير كثير، لدرجة إنها رح تصير بدها تزورنا كل يوم. عرفت، بدي أغني 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 أغني، أو بقدر أتشقلب على إيدي. شوفوا كيف. أو بقدر ألعب بالهولا هوب. أو بقدر أقلد أصوات الحيوانات. بسمة، كل هالشغلات حلوة كتير، بس تقرري بالضبط شو بدك تعملي خبريني. تمام؟ يلا نبلش نخطط. خدي هاي وأنا هاخد هدول. آه عن جد؟ لازم أقرر بالضبط شو بدي أعمل. أنا بدي أترك انطباع كتير حلو قدام شهيرة، بس في كتير خيارات، كيف أختار واحد منهم؟ كيف؟ 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 يا رفاق، هل سمعتم أن شهيرة قادمة وبسمة ستقدم لها عرضاً؟ نعم، بسمة تريد حقاً أن تبهر شهيرة، لديها الكثير من الأفكار الرائعة. أفكار كثيرة، لكنها غير قادرة على اختيار أكثر فكرة تحبها. دعنا نسألها عن شعورها تجاه ذلك. مرحباً بسمة، ما الذي يحدث؟ أهلاً، أنا عم بحاول أقرر إيش بدي أقدم بالعرض، بس عندي كتير أفكار بتدور جوا راسي. ما عارفة إيش رح تحبه شهيرة أكثر. حاسة بإشي غريب. هل يمكنك وصف شعورك؟ أول إشي راسي بيدور، بعدين مو قادرة أركز، مو قادرة. يبدو أنك تشعرين بالتردد. صح، أنا حاسة بالتردد. هذا شعور طبيعي، قد يكون من الصعب أحياناً اتخاذ قرار عندما يكون لدينا الكثير من الخيارات، خاصة عندما تريدين أن يحب الآخرون أداءك. صح، أنت موهوبة جداً يا بسمة،
أنا أعتقد أنك ستحققين أداء رائعا مهما كان خيارك. شكرا. لازم تفكري يا بسمة، يعني شهيرة إيش رح تحب أكثر؟ أنا بحب الغنى وبحب الرقص وكمان بحب الشقلبة وكمان بعرف أقلد أصوات وكمان وكمان وكمان. شو بدي أقرر؟ تنسيق ممتاز معزوزة، تنسيق ممتاز. ها بس ما قررتي شو بدك تختاري؟ جد هون المشكلة، عندي كتير كتير خيارات ما عارفة أقرر بصراحة. أنا حاسة بالتردد. يمكن يا بسمة صار الوقت لحركة القوة. حركة القوة دائما بتساعدني أوثق بنفسي لما يكون في عندي خيارات، وأكيد رح تساعدك حركة القوة. تمام. يلا اعدل جسمك، نظم نفسك، ارفع راسك فوق واتكلم. اعدل جسمك، نظم نفسك، ارفع راسك فوق واتكلم. الاحساس بالقوة في الاغلب بيجيك من جوة، حركة قوة لفترة بسيطة بتساعد ثقتك تقوى. الاحساس بالقوة في الاغلب بيجيك من جوة، حركة قوة لفترة بسيطة بتساعد ثقتك تقوى وتشعر أقوى. جرب يلا معنا نعملها. تمام، أنا بقدر أعملها. أنا بقدر بقدر بقدر. معك حق، أنا هلأ حاسة بثقة أكثر بحالي. طيب تمام، حاسة بالثقة الكافية مشان تقرري شو بدك تعملي؟ أكيد، بس أعطيني دقيقة. تمام، أنا رح شوف معزوزة شو صار معها بالتنسيق وبرجع لك. تمام؟ معزوزة. خلص أنا رح أختار إما أرقص أو أقلد أصوات الحيوانات. ها؟ واو بسمة شاطرة بتقليد الأصوات كتير. شهيرة رح تحبها كتير. شكراً إلمو. خلص أنا قررت، أنا رح أقلد أصوات الحيوانات. أنا قررت. غنائك حلو كتير، المطربة شهيرة المشهورة رح تنبهر بصوت بسمة الشطورة. يعني أغني ولا أقلد أصوات الحيوانات؟ وين كعكي؟ وين كعكي؟ كعكي بسمة. بسمة شفتي كعكي؟ لا. أما شو جهزنا أزكى فوج كعك عملته بحياتي. دوقي كعكي؟ لا شكرا. بسمة إيش في؟ هادي أنا بنتي شهيرة تحب العرض تبعي، بس مو عارفة أقرر شو أعمل. طيب وشو هي خياراتك؟ مو عارفة أختار بين إنه أغني أو أرقص أو أقلد أصوات. أنا حاسة بالتردد. وعلى فكرة هذا شعور كتير طبيعي إنه الواحد يحس بالتردد لما يكون عنده خيارات كتير. حتى أنا بشعر بالتردد لما بدي أخذ قرارات صعبة، كتير بتردد. بس بتعرفي إيش بعمل لما يصير معي هيك؟ إيش تعمل؟ بطلب المساعدة من ناس بحبهم وبوثق فيهم. مرات كل حدا منا بحاجة لحدا جنبه، مش دايما لحالنا ننجح بكل مهمة. حتى لو حاولنا كل حدا منا بكل جهده تنحقق هدفنا، ممكن نحتاج لشغلة مهمة. هي المساعدة بابارا بابارا بابارا، هي المساعدة بابارا بابارا بابارا. شاعر عليك هادي. انت برأيك شو أكتر إشي رح تحبه شهيرة؟ يعني صراحة هي رح يعجبها كل إشي أنت بتعمليه. يعني أنت شاطرة بالغنى وشاطرة بالرأس وشاطرة بتقليد الأصوات. بتعرفي شغلة؟ شو؟ شهيرة إيش بتعمل؟ هي مغنية. صح، وصوتها حلو، وأنت كمان بتغني وصوتك حلو، فليش ما تسمعيها صوتك؟ وبتعرف شو كمان؟ أنا اليوم جعبالي أغني. هيك جعبالي. بلكي شهيرة غنت معي. صح، فكرة حلوة. هادي شكرا حبيبتي. أهلا وسهلا فيكم في فعاليات مهرجان الربيع. خلونا نرحب سوا بالمطربة المشهورة كتير
شهيرة! شهيرة! وهلا خلونا نرحب كلنا سوا بمعزوزة! معزوزة! حبيبتنا شهيرة، أهلا وسهلا فيك بمهرجان الربيع. متشكرة لك هادي، ومبسوطة قوي إني رجعت. هاي يا سلام، هايل يا معزوزة. بسمة بسمة، أنا كتير مبسوط إنك قررتي تغني. شكراً لك جار. تعرف شو؟ حركة القوة معك ساعدتني كتير، كمان ساعدتني لما طلبت المساعدة من هادي. صح، أنا هلأ حاسة بالثقة. ممتاز. برافو معزوزة، وهلأ العرض الثاني، خلونا نرحب كلنا ببسمة. تمام تمام، بدي أروح. تمام، هايل يا بسمة. مرات كل حد منا بحاجة لحدا جنبه، مش دايما لحالنا مننجح بكل مهمة، حتى لو حاولنا كل حد منا بكل جهدة تنحقق هدفنا، ممكن نحتاج لشغلة مهمة هي المساعدة. يلا نفكر بناس من يلي بيعرفونا، ناس منوثق فيهم منحبهم بحبونا، فينا نسأل العيلة، فينا نسأل الأصحاب، يلي منرتاح لهم ويلي من أقرب. هي المساعدة بابارا بابارا باباب، هي المساعدة بابارا بابارا باباب. فكرة رائعة يا حسون، يمكنك أن تطلب المساعدة من أصدقائك ليساعدوك في اتخاذ قرارك بشأن أي لعبة تلعب. فهمت، ستبدأ بلعبة القفز على الحبل، فيما ريشة وبلبل يلعبان كرة الريشة. وبعد ذلك سيقفز بلبل على الحبل، فيما ينتقل حسون وريشة للعب الشطرنج. يا لها من خطة ذكية. أحسن، أنا حقا فخور بكم جميعا، وأنت يا حسون، يسرني أن صديقيك قد نجح في مساعدتك على تخفيف شعور التردد. أرى أن يومنا هذا سيكون مليئا بالمرح. خلونا نتعلم كلمة بلغة الإشارة. لغة الإشارة: مسمك مسمك. حاول معنا: مسمك. حاول مرة أخرى: مسمك. وهيك بنكون تعلمنا كلمة بلغة الإشارة. أصوات 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 الحروف، إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف. يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. كما تعلمون سنكتشف ثلاث كلمات من خلال ثلاث ألعاب، وذلك للوصول في النهاية إلى المفاجأة الكبرى. والمفاجأة راح تكون كعكة كبيرة، صح؟ نكتشف بالآخر يا كعكي. تمام تمام معزوزة. يلا حركي لنا عجلة الألعاب. يلا معزوزة معزوزة معزوزة. أها، حان وقت لعبتي احذر الرسم. شو حلوة اللعبة. حلوة كتير. اليوم سنلعب لعبة احذر الرسم بشكل مختلف قليلا. تمام. سيرسم جاد بعض الرسومات بفرشاته الخاصة، وكعكي هو من سيحذرها. تفضل يا جاد. جاد جاد معزوزة، اهمسي بالكلمة إلى جاد.
تمام تمام. ها كاكي كاكي كاكي، أنا كتير بحب الكاك. هاي كاكي، أنا عرفت الجواب صح؟ بعد يا كاكي بعد. أنا عرفت الجواب، ثلاث كاكات. يعني الكلمة هي كاكات أو ثلاث. هذا صحيح. ثلاثة ثلاثة ث ثلاثة ث ث ث. وهلأ صار دور جاد. تمام. والآن يا معزوزة لنحرك عجلة الألعاب. تمام معزوزة يلا. أها لعبة الأدلة الثلاثة. سوف تعطي معزوزة ثلاثة أدلة ليتمكن جاد من معرفة الكلمة الثانية. إنه أبيض وبارد ويلمع تحت الشمس. ممكن تكون كاكي بالكريمة. بس كاكي الكاك ما بيلمع تحت الشمس. بتذكر لما عملت رجل الثلج مع بسمة كان الثلج لامع أبيض وبارد. ها؟ أنا عرفت الإجابة. الإجابة ثلج. ها؟ اقتربت كثيرا من الإجابة يا جاد. وماذا تقول لو كان هناك الكثير من الثلج؟ ثلوج. هذا صحيح. ثلوج ثلوج ثو ثلوج ثو ثو ثو. تمام. والآن إلى الكلمة الأخيرة. ممتاز. معزوزة عجلة الألعاب. لعبة احذر ما في الصندوق. كاكي هل تستطيع معرفة ما بداخل الصندوق؟ طبعا. كاكي أدخل يدك في الصندوق وحاول أن تحذر ما في داخله. أظن هدول قطعتين من القماش. يلا كاكي يلا. واحدة منهم عليها أزرار. سروال. لا قميص قميص. هاد قميص. استنى استنى، يعني هاي ثياب. مظبوط، هاي ثياب. صحيح صحيح. ثياب ثياب في ثياب في في في. بسرعة لنكرر أصوات الحروف الثلاثة والكلمات التي تعلمناها اليوم لإطلاق المفاجأة. ث ثلاثة ثو ثلوج في ثياب. يلا كلنا سوا. ث ثو ثي. معزوزة. مبروك للمشتركين، وبنشوفكم المرة الجاية في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. يا سلام يا سلام يا سلام. احنا عم نعزف مع بعض كفرقة. كفرقة عنا موكب احتفال. أنا رح أعمل صوت بوق. ها؟ أنا بعزف على الطبل. جوجو والطيور عم بيمشوا مسيرة على صوت الموسيقى. وأنا صديقكم المشهور جرجور عم بعزف على آلة الإزعاج اللي كتير مهمة. نحن فريق رائع. واحد اثنين واحد. يلا بسمة يلا. واحد اثنين. في عنا مشكلة. في عنا مشكلة. مشكلة كتير كبيرة. خبروني شو هي المشكلة بالضبط؟ عم نحاول نعزف مثل الفرقة، بس لما عم نعزف كلياتنا مع بعض عم بيطلع اللحن
شو والكل مو عارف شو يعمل. ها عن جد هاي مشكلة، لازم نعمل شي لنحلها. صح لازم قرقور. عم بفكر كيف ممكن نعزف مع بعض وكمان تكون الموسيقى حلوة. شو رأيكم لو نحن عزفنا بالدور؟ هاي فكرة ممتازة جار. خلونا نجرب بالدور. بس نعزف بالدور بيخلي العمل الجماعي كتير أحلى. شو رأيكم نبلش بصوت بوق قوي؟ بس ما؟ وبعدين لما أخلص من صوت البوق بيجي دورك وبتبلش تعزف على الطبلة. زاد؟ تمام. كتير حلو. وهلأ بيجي دوري أنا وبعزف على آلة الإزعاج اللي كتير مهمة زي هيك. حبيت كتير. يلا نعزف يلا. أول شي دورك بسمة. وهلأ دوري. دوري. العزف بالدور خلى عرض فرقتنا المميز كتير حلو. صح مزبوط. لحظة. أنا قرقور عندي فكرة ممتازة. نقدر نعمل نفس الشي مرة تانية بس هاي المرة بيكون دوري الأول بعدين بسمة وبعدين دوري. يلا يلا هلأ دوري. دوري. بدكم هلأ يجي دوركم بموكب الاحتفال إنكم تعزفوا موسيقى وإحنا نمشي المسيرة؟ يلا كلياتنا نبدل أماكننا. يلا. يا سلام شو حلو. لما نكون بفريق منقدر نحقق كتير أكتر من لما نكون لحالنا بكتير. هذا اسمه روح الفريق، هيك ممكن ينجح الفريق. حلوة روح الفريق، فكرة ناجحة ناجحة ناجحة. تعرفوا كيف بيصير روح الفريق؟ لما نلعب بالدور. صح لما نلعب بالدور.